السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتدوم عليكم الصحة والعافية. فكما كتشوفوا وصفتنا لليوم هي هالدانيت أو تحلية بالكراميل. فهي الصراحة كيكون عندها مذاق ديال دانيت، وأحسن لأنه كنكونوا عارفين أشنو دايرين فيه. مقادير بسيطة إن شاء الله، تبعوا معايا. كنحتاجوا إترو ديال الحليب، كأس ونصف ديال السكر سنيدة، ثلاثة المعالق كبار ديال النشا يكونوا عامرين، 100 غرام ديال الشكلاط بيض، فكناخدو هكا كسرونة اللي كنصبو فيها هذاك السكر. فكيف ما غتشوفو فأنا ضعفت المقادير لأنني غنستعمل إترو ونص ديال الحليب. على داكشي استعملت كأس ونص ديال السكر، فيعني كل نصف لتر ديال الحليب عنده نصف كأس ديال السكر، وكل نصف لتر ديال الحليب كنحتاجو ليه 2 المعالق كبار ديال النشا ومعلقة صغيرة ديال الزبدة و50 غرام ديال الشكلاط أبيض. فكما كتشوفو كناخدو هذاك السكر كنصبوه في كسرونة اللي تكون جافة تماما من الماء، وكنبقاو هكا نقلبو فيه على نار مهيلة باش ما يتحرقش، لأنه إلا تحرق غيولي مر وغيولي سام وما غاديش يعطينا النتيجة زوينة. فالمهم كنبقاو هكا نقلبو فيه بشويه بشويه وهو كيدوب لحتى كيولي سائل تماما، ما يبقاوش فيه هذوك الكويرات ديال السكر. فها هي النتيجه ديالته من بعد ما ذاب كيف ما كتشوفوا. كندوزو دابا باش نضيفو ليه الزبدة، فهي هادي المعلقة ديال الزبدة. على فكرة في هاد المرحلة هادي ضروري خصكم تكونوا دايرين كسرونة اللي تكون شوية عالية، لأنه الزبدة ملي كتقيس هذاك الكراميل كتفور، فلا قدر الله تقدر انها تحرق. فضروري انكم خصكم تاخذوا هكا شي اناء اللي يكون عالي باش ما باش ملي تفور ما تطلعش الفوق وتحرقكم. فالمهم هكا كنبقاو نحركوا فيها مزيان حتى كتذوب، وكنضيفوا ليها الحليب. فملي غادي نوصلوا ليها الحليب غادي يعاود يتحجر هذاك الكراميل، ولكن ماشي مشكل. ملي غادي يسخن الحليب او لا ملي غادي يبدا الحليب يطيب، فالكراميل غادي يعاود يذوب عاوتاني او لا السكر كما كتشوفوا فهو كيولي صلب. كنبقاو هكا نحركو فيه حتى كي يسخن هذاك الحليب. فانا هنا كملت لتر كامل ديال الحليب، وغادي نزيد النصف لتر عاوتاني، لانني كما قلت لكم درت لتر ونص. فمن هذاك النص إترو الثاني غادي ناخذ هكا واحد الكاس اللي غادي نخلط فيه النشا، هو هذا النشا خلطته في هذاك الكاس ديال الحليب البارد، كنخلطو مزيان. وكيف ما كتشوفوا فالكسرونه ما غتكفانيش، بدلتها بهذه غادي تجيني احسن. فمن بعد ما كيغلى الحليب وكيولي هكا يطبخ كنضيفو عليه هذاك النشا، وكنبقاو نحركو مزيان ليلصق من التحت، كنخلطو مزيان ونخليوه يطبخ فوق النار
اللي حتى كيبدا يبان لينا راه كيطبخ كيف ما كتشوفوا. ففي هذه المرحله هذه غادي نطفيو عليه. ملي يبدا يطبخ نطفيو عليه البوطه ونضيفوا ليه الشكلاط. فالشكلاط انا هكا قطعته بالموس باش يجي ساهل شويه ويذوب. كنبقاو نحركو فيه حتى كيذوب. المهم في هذه المرحله هذه غنخليه حتى كيدفى وكينزل منه شويه ديال السخونه كتنزل شويه وكنصبوه في الكيسان ديال التقديم. فكما كتشوفوا انا صبيته هكا في الكيسان وغنغطيه وندخله للثلاجه باش يبرد. فهي هذه النتيجه. من بعد ما برد غنجيو للتزيين. انا خديت هكا غير شكلاط ابيض قطعته بالموس، تقطع عادي، وزينت به هكا الوجه ديالو. فليكم الحريه، ممكن انكم تزينوا بالكوك او بالفيرميسيل ديال الشكلاط. فكنتمنى انها الوصفه تكون واضحه وسهله. فهي هذه النتيجه ديالته. كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوه. هذه اول حاجه انكم تجربوه وتذوقوا كيفاش داير، فاش كيجي شي حاجه زوينه وعلى الاقل كنكونوا عارفين شنو دايرين فيه. فهو كيجي خاتر بحال دانيت اللي كناخذو من برا. فانا غادي ناخذ معكم شويه هكا بالمعلقه باش تشوفوه كيفاش كيكون. فكنتمنى ان هذه الوصفه كيف ما دائما تنال اعجابكم وتجربوها. فكنقول لكم شكرا لكم على المتابعه ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.